افتتحت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية منفذ أهل رمضان بداخل مدرسة الإسكندرية الثانوية الزراعية للتعليم الفني بحي المنتزة، والذي ضم نحو 30 باكية شملت كافة أنواع السلع الغذائية والاستهلاكية المختلفة وبتخفيضات كبيرة للأهالي والمواطنين. يهدف هذا المعرض لتخفيف العبء عن كافة المواطنين والأسر في عرض وتقديم كافة السلع الأساسية بأسعار تقل عن مثيلتها في السوق بنسبة تصل إلى 30%. الطلبه الموجوده في مدرسه الزراعه، البان، مخبوزات، العجائن كلها موجوده، وباشتراك مع جماعه التعاون الاستهلاكيه اللي عاملين باداره المنتزه التعليميه حطينا رز باسعاره رخيصه 22 جنيه، سكر كيلو قائم كيلو صافي 18 جنيه ونص، انواع مكرونات، جبنه يميش رمضان بفضل الله. فالحمد لله يعني اتمنى من ربنا يعني ده دعم من التربيه والتعليم للاهالي اهالي المنطقه الكرام.